سؤال بيقول أنا من كنيسة العذراء في مدينة نصر، إزاي أروح لربنا يسوع المسيح؟ أنا بشوف مواقع دينية متنوعة بتتكلم عن أديان أخرى والكلام ساعات يلخبطني. سؤال مهم. صاحب السؤال بيقول إنه ممكن يدخل على مواقع عالنت ويسمع بعض الشكوك أو الأسئلة أو التهجم أو التهكم على حاجات مسيحية. أول حاجة أقولها لك، أرجوك ما تدخلش على الحاجات دي إلا بعد ما تكون عرفت مسيحيتك كويس قوي، قريت كتير، فهمت كتير، درست كتير، هتلاقي بسهولة جدا بترد على أي فكرة زي كده. إنما لما ما تكونش فاهم، أي حد ممكن يلخبطك. يعني ممكن حد يقولك مسيحيين بيؤمنوا بثلاث آلهة، لو أنت مش عارف يعني إيه الثالوث، إنه لاهوت واحد إله واحد، تتلخبط. ممكن حد يقولك إزاي المسيح يبقى ربنا وهو إنسان وبيقولوا كمان اتصلب، هو ربنا ينفع يموت؟ كلام ممكن يلخبطك. إنما لما تفهم إن إحنا بنقول إن المسيح ربنا وفي نفس الوقت إنسان، فكونوا إنسان مات وقام إنما لاهوته ما بيموتش، هتعرف إن إحنا عارفين بنقول إيه، ما إحناش بنقول كلام غلط. فأرجوك قبل ما تدخل ويستهويك الكلام، ادرس الأول، ادخل على مواقع مسيحية، اسأل أستاذك في مدارس الأحد، اقرأ كتب كتير، اسأل، اعرف. بعد كده أنا مش هخاف عليك لما تدخل وتسمع أي حاجة، هتبقى مقتنع وعارف إن الكلام ده ما يتخافش منه. في هجوم شديد علينا وعلى الإنجيل، إنما كل اللي بيتقال ده مردود عليه بسهولة جدا. تأكدوا إن مفيش سؤال بيتقال في النت أو تشكيك إلا وعندنا رد مقنع جدا، بس مش دايما أنت بتعرف الرد، هي دي المشكلة. أفضل كمان إنك لو ما لقيتش أستاذك أو أب اعترافك، ابعت على الأسك مي ده، على السايت ده لو عندك إيميل، هنرد عليك وهنبعت لك إجابة على سؤالك. لكن مش معقول تعرف الدين الآخر وما تعرفش دينك. بعد ما تعرف كويس قوي الإنجيل بيقول إيه، بعد كده اعرف أي حاجة، احنا مش هنخاف عليك.